من هؤلاء الأربعة الجالسون هناك؟ هؤلاء ألا تعرفهم؟ إنهم من خيرة شباب المسلمين. هذا عبد الله بن الزبير، وهذا مصعب بن الزبير، وهذا عروة بن الزبير، وهذا عبد الملك بن مروان. صدقت، إنهم حقا خيرة الشباب، ثلاثة من أبناء الزبير بن العوام حواري الرسول، ورابعهم واحد من بني أمية خلفاء المسلمين. ولكن عما يتحدثون يا ترى؟ أشعر دائما بالراحة عندما أكون بجوار الكعبة. وهل هناك مكان أفضل من هذا يا عبد الله؟ وأفضل ما يمكن أن نفعله هنا هو أن ندعو الله عز وجل علّه يستجيب لنا. ما رأيكم لو تمنى كل منا الآن أمنية، فربما يحقق الله لنا ما نتمناه. أتمنى أن أملك الحجاز وأكون خليفة. وأنت يا مصعب؟ أنا أتمنى أن أملك العراق. يا لأحلامكم البسيطة، إنني أتمنى أن أملك الدنيا وما فيها، وأكون خليفة كمعاوية بن أبي سفيان، أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. ما بك يا عروة؟ أليست لك أمنيات؟ أنتم تمنيتم أمورا دنيوية عسى الله أن يحققها لكم، أما أنا فلا أتمنى شيئا في الدنيا. عجيب أمر أخيكم، لا يتمنى شيئا. بل أتمنى الآخرة، أتمنى أن أفوز برضا الله، وأن يهبني الله علما نافعا أعمل به وأبلغه للناس، وأن أدخل الجنة. ما أعظم ما تمنيت يا عروة. حقق الله لهؤلاء الفتية ما تمنوا، فصار عبد الله بن الزبير حاكما للحجاز واليمن ومصر وخراسان والعراق عندما بويع للخلافة بعد موت يزيد بن معاوية، وولى أخاه مصعب على العراق، وتحقق بذلك رجاؤه، ومرت الأعوام فأصبح عبد الملك بن مروان خليفة للمسلمين يحكم كل الدولة الإسلامية. أما عروة بن الزبير فقد غدا مثالا للعالم المثابر والعابد الذاكر، وصار من كبار التابعين. وأصبح عروة بن الزبير فقيها من فقهاء المدينة. خيرا يا أخي، ألك حاجة؟ عفوا يا سيدي على المقاطعة، لكني جئتك من عند مولاي عمر بن عبد العزيز والي المدينة. عمر بن عبد العزيز صار واليا على المدينة؟ نعم يا سيدي، وهو يريد رؤيتك بعد صلاة الظهر، أنت وفقهاء المدينة. على الرحب والسعة، ها هو الأذان قد رفع. ما أسرع ما أجبت لطلبك يا ابن عبد العزيز. جمعتكم اليوم لتكونوا بجواري منذ يومي الأول في الولاية، فلا شيء يصلح الوالي كمشورة أصحاب الرأي، ولن أقرر شيئا من أمور الولاية إلا بعد أن أستشيركم. وإذا بلغكم أن لأحد مظلمة لا يستطيع تبليغها إلي فأبلغوني، وكونوا أعوانا لي على الحق. بارك الله فيك يا عمر، ووفقك لما فيه الخير. جزاك الله خيرا يا عروة. لقد استبشرت خيرا منذ عرفت أنك صرت واليا للمدينة. أعانني الله على الخير، ساعدوني حتى لا تصير الولاية نقمة علي. إن شاء الله لا نتركك تخالف كتاب الله ولا سنة نبيه.
وسنكون لك من الناصحين. إذن لي أيها الأمير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الواضح أن عروة بن الزبير سعيد بولايتك. أنا أعرف عروة ملية، ولذا فسعادته كسعادتي، فأنا لا أعرف أحدا أعلم من عروة بن الزبير. بعروة وأمثاله يستعين الولاة على الحق. كان عروة إلى جانب علمه كريما معطاء لا يتوقف عن فعل الخير. أخبرني أيها الحارس، ما أخبار البستان؟ لقد نضجت ثماره يا سيدي، حتى إنني أكاد أشم رائحتها من هنا. وهذا السور المتين الذي بنيته لك يا سيدي يمنع كل من يحاول التسلل إلى البستان. حسنا، ناولني معولا. ماذا بك؟ ألم تسمعني؟ أحضر معولا وتعال معي ندخل البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تفضل يا سيدي. على بركة الله. ماذا تصنع يا سيدي عروة؟ سأفتح فتحة في هذا السور ليتمكن الناس من الدخول. ألا يكفي هذا الباب؟ الباب صغير وهو في جانب واحد من السور، ولذا ينبغي أن نفتح فتحات أكبر في كل جهات السور ليدخل كل من أراد الدخول. لكن لماذا تريد أن يدخل الناس إلى البستان؟ ليأخذوا ما شاء الله لهم من هذه الثمار، ولم أكن أبني هذا السور لأمنعهم من دخوله، بل لأحافظ على ما لهم من ثمار حتى تنضج فيستفيدوا منها. الحمد لله، لقد انتهت ثمار هذا العام. استعد لبناء السور من جديد حتى نحافظ على البستان للعام المقبل. كما تشاء يا سيدي، وجزاك الله خيرا على كرمك وإحسانك. لكن أخبرني يا سيدي، لماذا تفعل هذا؟ إننا عندما نتصدق فنحن إنما نعطي هذا المال لله، فكيف نعطي لله ما نستحيي أن نعطيه لكرماء قومنا؟ إن الله هو أكرم الكرماء. فهمت يا سيدي، فهمت. وأراد الله جل وعلا أن يمتحن عروة في قوة إيمانه وشدة صبره. لقد ذهب لزيارة الخليفة عبد الملك بن مروان ملبيا دعوته، واصطحب معه ولده محمدا. أتذكر يا عروة يوم جلوسنا قرب الكعبة وتمنى كل منا أمنية؟ أذكر يا أمير المؤمنين، وها قد حقق الله لك ما تمنيته. وهل نلت أنت ما كنت تتمنى؟ وكيف لي أن أعرف؟ إنما تمنيت الجنة. وتمنيت العلم والعمل والدعوة، وما أراك إلا نلتها. مولاي عبد الملك، ماذا حدث؟ ما بك؟ كان محمد بن سيدي عروة يلعب في الإسطبل عندما تماسك، تماسك أيها الرجل وقل ما حدث، فكل شيء إنما هو بقضاء الله وقدره. لقد رفسه حصان يا سيدي، فأسلم روحه لبارئها. ولدك محمد قد توفي يا سيدي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ألهمك الله الصبر يا عروة. الحمد لله على كل حال.
كان لي 4 أبناء فأخذ الله واحدا وأبقى 3، فإن كان أخذ فقد أبقى أكثر. يجب أن أستعد لدفنه. أستأذنك يا أمير المؤمنين. ما أقوى إيمانك يا عروة، وما أشد صبرك. وبعد قليل أصيبت ساق عروة بمرض لم يجد له الأطباء علاجا. لا فائدة، يجب بتر الساق. ألا يمكن معالجتها بدل ذلك؟ كلا، لقد بلغ المرض مرحلة متأخرة. وإذا لم نقطع الساق الآن فسينتشر المرض في جسمه كله. وما المشكلة في هذا؟ افعلوا ما ترونه صوابا. سآمرهم أن يعدوا لك غرفة أخرى أفضل من هذه لترتاح فيها بعد انتهاء البتر. ما الأمر؟ ألم تبدأوا؟ يجب أن تشرب دواء حتى لا تشعر بالألم. والله لن أشرب شيئا يذهب عقلي. سأصلي الآن ويمكنكم أن تصنعوا ما تشاءون، ولن يحدث مني ما يعطلكم. وبتر الأطباء ساق عروة وهو يصلي، فلم يظهر ألما ولم يتأوه، فقد كان بين يدي الله لا يشعر بشيء إلا حلاوة مناجاته وروعة مخاطبته، ليضرب بذلك أروع الأمثال في تحمل الشدائد والصبر على المصائب. رحم الله التابعي الجليل عروة بن الزبير.